بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مع درس جديد في مكون الاستجابة من مادة التربية الإسلامية. عنوان الدرس هو مفسدات الصيام والأعذار المبيحة للإفطار. قبل أن نخوض في هذا الدرس نذكر أولا بمفهوم الصيام. الصيام لغة هو الإمساك عن الشيء والكف عنه، ومن الناحية الشرعية والإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله، وهو عبادة فرضها الله على المسلمين كما فرضها على الأمم السابقة. ومن شروط الصيام الإسلام العقل، البلوغ، الطهارة من دم الحيض والنفاس، الإقامة والاستطاعة. وكما لا يخفى عليكم أن للصيام فوائد كثيرة، منها فوائد روحية مثل تهذيب النفس وتزكيتها، وفوائد أخلاقية كالكف عن الغيبة والنميمة، ومنها فوائد صحية كذلك كإراحة الجهاز الهضمي وتطهير المعدة والأمعاء من الرواسب. وهناك فوائد اجتماعية، تحقيق الشعور بالاتحاد والتضامن والتكافل وإثارة عاطفة الرحمة. وكما لا يخفى عليكم أن للصيام فرائض، وهي النيات، ثم الأكل، الكف عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والكف عن الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، عدم إيصال شيء إلى المعدة، والكف عن تعمد القيء. وكما لا يخفى عليكم أن للصيام سنن، منها تأخير السحور، تعجيل الفطور، وذكر الله تعالى، والدعاء عند الإفطار. مستحبات الصيام: الفطر على رطب أو تمر أو ماء، الإكثار من ذكر الله تعالى، كف اللسان عن فضول القول، تلاوة القرآن، والاشتغال بالعلم. يهدف هذا الدرس إلى تعرف مفسدات الصيام والأعذار المبيحة للإفطار، وعدم الإحراج من الإفطار بعذر. الآن لدينا وضعية الانطلاق. عادت خديجة جارها محمد فاضل في المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية خلال شهر رمضان، فلاحظت أن جارها صائم، فبالرغم من كونه لا يقدر حتى على الكلام وإشفاقا عليه ورأفة به، ذكرته بالرخصة الإلهية الواردة في القرآن. إذن لدينا وضعية: من عادت خديجة؟ عادت محمد فاضل. أين كان؟ كان في المستشفى. من ماذا يعاني؟ يعاني من وعكة صحية، وعكة صحية يعني من مرض. فلاحظت أنه ماذا لاحظت؟ أنه رغم مرضه فهو يصوم، فذكرته بوجود رخصة إلهية وردت في القرآن الكريم. الآن لدينا عادت. ما معنى عادت؟ عادت يعني زارت، والوعكة معناها المرض. الآن بما نصحت خديجة؟ حددنا إذن مشكلة محمد فاضل أنه مريض في المستشفى وهو صائم، وبما نصحته خديجة ذكرته بالرخصة الإلهية الواردة في القرآن الكريم. أقرأ وأفهم. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سورة البقرة الآية 183. إذن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا منح الله تعالى المريض والمسافر رخصة الإفطار في رمضان، ومع إمكانية الصوم عندما يصح المرء أو عندما يعود من السفر، يعني قضاء الأيام التي أفطر فيها خلال المرض أو أيام السفر.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هنا أن المفطر لم يتحرج من الإفطار، ولا الصائم لم يتحرج من إفطار أصدقائه. الآن لدينا شرح عدة من أيام أخر، يعني فليقضي عدد ما أفطر من أيام بسبب رخصة السفر أو عذر المرض. مجموعة من الأسئلة: متى يباح للصائم الإفطار؟ نعم، إذا كان مريضا أو إذا كان مسافرا. حسن، ما الأفعال التي تفسد الصوم؟ سنحاول الآن، سنتحدث عن مفسدات الصوم، وهي نوعان: مفسدات حسية تبطل الصوم، ومفسدات معنوية تنقص من أجر الصائم. والأعذار المبيحة للإفطار هي التي يرخص فيها للصائم بالإفطار. استنتاج: مفسدات الصيام نوعان، حسية ومعنوية. المفسدات الحسية: الأكل والشرب، الجماع، تعمد القيء، خروج دمي الحيض أو النفاس، إيصال شيء إلى المعدة. المفسدات المعنوية: الفسوق، الكذب، الغيبة، النميمة. من مبيحات الإفطار: المرض، السفر، الحمل أو الرضاعة بالنسبة للمرأة الحامل، والعجز عن الصوم، وخوف الهلاك. الحصة الثانية: أقوم تعلماتي. أذكر الفرق بين المفسدات الحسية والمعنوية. أعطي مثالا للمفسدات المعنوية. أذكر بعض المفسدات الحسية. أذكر الأعذار المبيحة للإفطار. الآن حاول أن تعبر عن موقفك من الوضعيات التالية: شخص يتعمد السفر بغير ضرورة في رمضان ليأخذ برخصة الإفطار في السفر، وشخص مريض مرضا مزمنا نصحه الأطباء بالإفطار لكنه مصر على الصيام، أم مرضع وتصر على الصيام بالرغم مما تعانيه من تعب. إذا الأسئلة السابقة وهذا التعبير عن المواقف ننجزه في دفتر بطريقة جيدة. الآن القيم المستخلصة: لا أتحرج في أخذي بالرخص، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. مثلا إن كان الإنسان مريضا فلا حرج أن يفطر، أو إن كان مسافرا فلا حرج أن يفطر، لأن الله تعالى يحب الإنسان الذي يأخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أبحث. تعرفت الأعذار المبيحة للإفطار، وهذه الأعذار التي تسمح للإنسان بالإفطار الهدف منها هو الحفاظ على حق الذات. سنستعد للدرس المقبل الذي هو أفي بحقوق غيري، لكي نتعرف حقوق الآخرين. إذن اليوم تعرفنا على حقوق الذات، وسنستعد لنتعرف حقوق الغير. وشكرا على تتبعكم.